ده فلفل احمر اللي هو الفلفل الالوان الاحمر، جبناه حطيناه في الفرن، دهناه زيت كده ودخلناه الفرن لغايه ما اتشوى واخد لون، وبعد كده بنقشر الجلده بتاعته من بره، بتتقشر بكل سهوله، وبنشيل القلب بتاعه وبيبقى معانا جاهز بالشكل ده. تمام، يبقى اتنين من الفلفل الرومي المشوي. عندنا كمان علبه جبنه كريمي تكون بطعم القشطه، حوالي 200 جرام، معلقه كبيره من الصلصه، معلقه صغيره من الصلصه، ورشه بابريكا، ورشه من الثوم البودر، ورشه ملح خفيفه، لان الجبنه عندنا طبعا بيبقى فيها ملح شويه. لاحظتوا في اول صوص احنا ما حطيناش اي ملح ولا حاجه، لان طبعا الفلفل المخلل بيبقى فيه ملح فهو مقضي الغرض. هنجيب الفلفل بتاعنا اهو، تمام، وهجيب الهاند بلندر وابدا ان انا افرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده اتفرم معانا الفلفل كويس، تمام. هناخد بقى الجبنة بتاعتنا زي ما اتفقنا، جبنة كريمي بطعم القشطة حوالي 200 جرام، وهنضيفها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا كمان رشة من البابريكا والثوم البودر، ومعلقة صغيرة من الصلصة، ونقلب كله مع بعضه. حلوة جدا، ممكن كمان تتاكل بعيش مقرمش، احنا ممكن نحمصه في البيت جنب البطاطس المحمرة، شيبسي، اي حاجة مش هتقولك لا، طعمها بجد في منتهى الجمال، واللون كمان هايل جدا. خلاص خلطنا كله، هنجيب مع بعض بقى ايه اطباق تقديم. ناخد الفاتحين دول، بسم الله الرحمن الرحيم. ده صوص ايه؟ ده الفلفل المشوي مع الجبنة الكريمي. القوام بتاعه هايل جدا والطعم كمان. ونجيب برضو بولة تانية من الصغيرة او صوصيرة من الصغيرة. كده الكميه دي كبيره عليها شويه، تمام. وده تاني صوص معانا، ينفع زي ما قلنا يتقدم جنب حاجات كتيره جدا، ينفع غموس بالعيش المحمص برضو لذيذ جدا جدا.